مساء الخير مشاهدينا، ويعطيكم العافية. وحلقة جديدة وأكيد موضوع جديد وكتير مهم وأخبار جديدة أكيد. وعملاقنا لليوم هو كمالة لعملاقنا لمبارح في فقرة الزمن الجميل، لأنه ما أعطينا حقه لأنه الوقت أخذنا وما قدرنا نعطي حقه. أكيد الموسيقار العراقي نصير شما حلقتنا فيها كتير، وخلينا نروح للعناوين. الفلسطينية حنان الحروب أفضل معلم في العالم. تحفيز الدماغ عن طريق الكهرباء وضرب الجمجمة. وأيضا The Voice Kids ما زالت الأصداء مستمرة. مرحبا مشاهدينا، هيك بنكون بلشنا نحن وانتو بجولتنا حول الاخبار المنوعة من بعض المواقع الاخبار الالكترونية. اكيد رح نروح لتقرير منوع مع The Voice Kids، واكيد رح نشوف شوية فيديوهات منوعة اكيد. ونحن وانتو رح يكون في عنا فقرة كوميديا، ورح يكون في عنا فقرة الزمن الجميل. هلأ رح نبلش انا وياكم بجولتنا حول الاخبار المنوعة، لكن بدي احكي لكم شو خبرنا او شو عنواننا لحلقة اليوم. انا امبارح صار حديث والصراحة يعني كتير انزعجت منه. هل ممكن انت كسيدة انك تيجي تقولي لزوجك او لخطيبك او لشخص اللي بدك ترتبطي فيه رجاء مثلا والدتك ما تتدخل فينا، والدتك ما تنزل عنا، والدتك ما تتدخل بتربية الاولاد، والدتك ما بصير تعطيها مثلا مصروف شهري، والدتك ما بصير تروح عندها الا كل وين وين؟ هل اللي ما فيه خير باهله ممكن يكون فيه خير بالناس؟ هذا سؤالنا لليوم يا جماعة، جاوبونا اكيد. وبدنا مشاركات منكم يا بنات ومنكم يا رجال. انا متأكدة انه ما حدا ممكن انه يوافق على هذا الموضوع، لكن للأسف هاي احداث بتصير وتجارب بتصير كتير. بتصير انه الوحدة ممكن لما ترتبط بشاب بتقول له اهم شيء انه والدتك ما تتدخل، واهم شيء انه والدتك كذا، واهم شيء انه تأكدي تماما يلي ما فيه خير باهله ما رح يكون فيه خير فيكي انتي. حتى لو هلأ فيه خير فيكي لبعدين رح يعمل فيكي ورح يصير فيكي زي ما عم بصير مع والدته ومع اخواته. ومشاهدينا هيك نكون بلشنا نستقبل اتصالاتكم على الارقام يلي عم تظهر باسفل الشاشة. احكوني ونص صوت التلفزيون، اسمعوني من التليفون رجاء عشان نقدر نحن وانتو ندردش بهالموضوع المهم. ومنروح لأول خبر، بدنا نقول مبروك لأكيد حبيبتنا فلسطين، بما انه المعلمة الفلسطينية حنان الحروب أخذت جائزة أفضل معلم بالعالم. خلينا نشوف الخبر شو بيحكي. أحرزت المعلمة الفلسطينية حنان الحروب جائزة أفضل معلم في العالم خلال حفل خاص أقيم بالمناسبة في مدينة دبي في الإمارات. وتنافست الحروب اللي عمرها 43 سنة ضمن 10 مرشحين لنيل الجائزة المذكورة التي تنظمها مؤسسة جيمس فوكي العالمية وتبلغ قيمتها مليون دولار، علما أن أكثر من 8000 معلم حول العالم تقدموا للجائزة هذا العام. وجاء تأهل المعلمة حنان الحروب إلى المرحلة النهائية من المسابقة بفضل ابتكارها منهجية إبداعية في التدريس تقوم على اللعب ونبذ العنف، وتعتمد شعار لا للعنف في التعليم واستخدامها تقنيات اللعب لتحقيق هذا الشعار لطلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسة سميحة خليل الحكومية في البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وتستخدم الحروب اللعب بوسائل البسيطة كوسيلة للعلم وتغيير سلوكيات الأطفال وبناء الثقة معهم وغرس الأخلاق والقيم فيهم، وقبل تعليمهم وساعدها في ذلك أنها معلمة صف تدرس جميع المباحث للطلبة. نعم. طب ما شفنا فيديو حنان يا شباب لما استلمت الجائزة، خلينا نشوفه. لكان مبروك لحنان الحروب، بتستاهل أكيد. وأكيد نحن ضد العنف في التدريس وضد العنف في التعليم أكيد يا جماعة. وحلو المنهجية اللي هي ابتكرتها لتعليم الأطفال بعيدا عن العنف، وبتعرفوا الأطفال بهاي المراحل بيحبوا اللعب كتير، فهي قدرت تخلط بين اللعب وبين التدريس. وموضوع حلقتنا لليوم اللي فيه اللي ما فيه خير بأهله ممكن يكون فيه خير بالناس، هذا سؤالنا لليوم. ناخذ أول اتصال. ألو ألو
تفضلي انت معنا على الهواء. الو، مساء الخير. يا مساء النور، شو اخبارك؟ الله يخليكم، سلامي لكم وللكادر. حبيبتي الله يسلم قلبك، شو اخبارك؟ الله يخليك. ممكن اشارك ببرنامج؟ طبعا طبعا، تفضلي يا ام كرار. طبعا حبيت هذا البرنامج، وبالنسبه لموضوعكم اليوم الماضي خير الاهل اكيد يصير خير بين الغير ناس. طبعا انا شايفه بالواقع اكو هوايه حالات بمجتمعنا ما يستخرون للاهل، ما يسوي خير الاهل، بس اذا غير جماعه غير الاهل يسخروه او يطلبون من عنده، لا عادي يتحمس ويسوي يعني بكل رحابه. بس هوايه راي بمجتمعنا. صحيح موجوده اكيد موجوده، لكن قد ما دام الخير اللي هو بيقدمه للناس مش راح يدوم مدى الحياه. ام كرر. طيب للاسف كنت عم تسمعيني من التلفزيون عشان هيك فصل الخط معك وكان عم يوصلك الصوت متاخر، ارجع احكينا يا ام كرر رجاء. ومشاهدينا لكان هذا موضوعنا لليوم، بدنا تناقشونا وتراسلونا وتحكوا معنا على الارقام اللي عم تظهر على الشاشه. رجاء وقت تحكونا نص صوت التلفزيون اسمعونا من التليفون لحتى نقدر نحكي وناخذ ونعطي بطريقه افضل. وعمار عبيدي، ارجع حكينا يا عمار عبيدي، فصل اتصال. وهيك بنكون نحن بلشنا بجولتنا الاخباريه واكيد من حول العالم، وخلينا نشوف العلم لوين وصل. بيقول لك تحفيز الدماغ عن طريق الكهرباء وضرب الجمجمه يرفعان نسبه الذكاء. عندك الجراه انك تخوض هيك تجربه؟ خلينا نشوف. اثنين من علماء الاعصاب قالوا ان هنالك حاليا مجتمع يتزايد نشاطه من قراصنه الدماغ الهواه، اضافه الى توفر كل الاجزاء الكهربائيه ذات الصلة على الانترنت وإمكانية شرائها بتكلفة أقل من $100 والتوصيل الخصوصية وأمان إلى منزلك، حسب تقرير نشرته جريدة الجارديان البريطانية. عندما بدأ طبيب وعالم الأعصاب الكندي والدر بممارسة جراحة رائدة متعلقة بالمخ وكذلك أبحاث الدماغ منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الخمسينيات، تضمن عمله تحفيز الدماغ عن طريق توجيه التيار الكهربائي اتجاهه بشكل مباشر. وقام كاميرون المدير في معهد ناثان إس كلاين لأبحاث الطب النفسي في نيويورك بعرض فيديو يظهر أقطاب كهربائية تم توصيلها بدماغ مريضة، وتحديدا بجزء النواة أو مركز المتعة في المخ. ويظهر المريضة أو يظهر المريضة وقد ضغطت عدة مرات على زر في لوحة التحكم كانت موجودة على حضنها، وعندما سئلت عن شعورها وما يمثله هذا الزر قالت أنه بيحفزها أكثر ويحفز الدماغ. لكن مين فينا عنده الجرأة أنه يخوض هيك تجربة؟ وأكيد مكملين نحن وأنتو، لكن بعد الفاصل. واكيد مشاهدينا مكملين نحن وانتم، وبدي ارجع واذكركم موضوع حلقتنا لليوم هو هل اللي ما فيه خير باهله ممكن يكون فيه خير بالعالم. خلينا نسمع من عمار عبيدي. كيفك يا عمار؟ مساء الخير، مساء المحبه والسعاده والخير والموده والحب والعطر الجميل يشتم يوميا، والعطر الحلو الأحلى والأجمل من قناة سامرة الحلوة المتألقة، وربي يحفظكم ويحفظ الكادر، وتحياتي محمود أبو بلح وهمسة وكل أصدقاء صراحة الظهيرة. شكرا يا عمار. بالنسبة للعنوان حلقة اليوم، طبعا هي حسب البيئة اللي عايشتها بيت أهلها، لأن احنا متعلمين كعراقيين البنية من تتزوج الوالدة أو الوالد راح تعلمها مثلا اسمعي كلام عمتك، مثلا اسمعي كلام رجلك، لا تسوين مشاكل، هاي عمتك،
مثل مقام امك، مهما يكون هاي، مهما يكون حتى تسوي مشاكل، وصبري، هاي عمتك، هاي امك، هاي خالتك. بس هسه مع الاسف احكي بصراحه، يعني شو اقول لك، يعني 60% 70% الرجال، النساء مسيطرين على الرجال. شنو هالسبب؟ ما اعرف. يعني انا بدي اشوفها حاليا هسه احنا بالعراق صراحه، بالعراق النساء مسيطرات على الرجال، ما اعرف شنو السبب. زين هو اللي معيشك، هو اللي يوكلك، هو اللي مطلعك، هو اللي يعطيك المصرف، ليش هالسيطرة النساء على الرجال؟ طب ليش هو يعطيها مجال؟ يعني ليش هو يسمح لها؟ نعم، ليش الرجال يسمح لها هي اللي تكون مسيطرة؟ ليش مش هو اللي يسيطر؟ والله ما اعرف، قليل قليل يعني، ما للاسف يعني. قبل انا قلت صحيح الرجال كانوا صدق يعني، يعني حش الزينين، قبل كانوا الرجال فعلا مسيطرين على النساء، بس لسه النساء هن المسيطرات للاسف. طيب عمار، عمار من الكنه يعني، تحترم العمه، تحترم الرجل، وتحترم العم، وتحترم البيت، لان ما في خير الاهل، ما في خير نفسه، لان هو الرجل الكل بالكل. وحسب نعم. التربيه اللي ربوها اهلها، احنا مثل ما ساعدنا يعني ما في يعني، الحمد لله تسمع كلام الوالده، تسمع كلام عمها، تسمع الكلام، يعني خليها عمود، يحبوها كلها بالبيت. صحيح. انا اعرف ناس كنائن صراحه كنات ما يقعدن بالبيت، يا من وراء عمتها، ومن تريد هي تمشي الكلام الكل بالكل. وتحياتي للكل، تحياتي للكادر الغالي. شكرا، شكرا يا عمار، يعطيك الف عافيه. وبناخذ محمد، بعلق على كلام عمار بعد ما احكي مع محمد. كيفك يا محمد؟ اسمعني من التليفون يا محمد رجاءا. الو. اهلا. اهلا، شلون؟ منيحة، كيفك يا محمد؟ الحمد لله. طب فصل الاتصال مع محمد. رجاء يا جماعة وقت تحكونا نصوا صوت التلفزيون، اسمعونا من التليفون لحتى تقدروا تسمعوني كتير منيح. وأكيد يعني بدي أعلق شوي على كلام عمار، معاه حق أكيد، لكن أنا بلوم على الرجال، لأنه المفروض أنه هو الشخصية الأقوى، فمفروض أنه هو اللي يسيطر، ما يعطيها مجال. حلو الرجال يأخذ برأي زوجته، وحلو أنه يسمع منها، لكن أمتى ما حس أنها تمادت المفروض أنه هو يفرض شخصيته أكيد. وبعدين غير هيك، أنا كان سؤالي يعني، ممكن أنه أنت لو تيجي زوجتك تقول لك أنا ما بدي والدتك تتدخل بتربية أولادي، أنا ما بدي والدتك تيجي عنا تنام، أنا ما بدي والدتك لما تيجي من بلد تاني تنزل عنا، لا تروح تنزل بأوتيل، معقول هيك؟ يعني هو أهم شيء بهذا الموضوع إنه هاي الزوجة تحط حالها مطرح الرجال. يعني لو زوجة أختها إجت عملت هيك بوالدتها، رح تقبل؟ أكيد مش رح تقبل. خلينا نشوف عمر شو رأيه. أهلا يا عمر. عمر كيفك؟ أنا مساء الخير. مساء النور، أخبارك يا عمر؟ كيفك شتي ياسمين؟ منيحة؟ منيحة، شو أخبارك؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. برنامجكم حقيقة كلش حلو، موضوعكم للحلقة هذا اليوم أيضا حلوة. صحيح، شكرا يا عمر، تفضل عمر. ألو. أي معك على الهواء أنت، تفضل. أكيد اللي ما بي خير عند أهله وعند بيته ما عنده خير عند مجتمع وعند ناسه. صحيح. أنت متزوج يا عمر؟ ألو. متزوج يا عمر؟ أكيد هذا موضوعكم عن الخير. فاللي مش سامعني. أوكي أوكي عمر، ارجع احكينا، كنت شوي الصوت عندك عم بيجاوب، ارجع احكينا يا عمر، بلكي مندردش نحن وانت اكتر. فعلا يا جماعة، اللي ما فيه خير باهله مستحيل يكون فيه خير بحدا. وصديقتنا ام كرار لما حكت معنا قالت انه في كتير ناس لما اهله بيطلبوا منه شيء ما بيلبي، لكن لما اي حدا غريب بيطلب منه شيء بيلبي. اكيد انا بقولها انه قد ما الخير تبعه يكون مقدم للناس او للغرباء مش رح يدوم، مش رح يكون خير لابد الابدين اكيد، لانه اصلا يعني خلص اللي يعني اللي ما فيه خير بقرب الناس لإله، كيف ممكن يكون فيه خير للغريب؟ ونحن وانتم مكملين بناخذ اتصالاتكم. وما هي اتصال؟ الو. الو، اهلا. الو، انت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفني باسمك؟ بالقعقاع. بالقعقاع، اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ والله احنا عندنا ادله من القران الكريم وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، ان الوالده
وتدل عن الانسان يكون مخلص ويا والدته ويا بيته ويا اهله. وموضوعكم كل زين وموضوعكم يخص يعني الاهل. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطفل في بطن امه ثم والده ثم كبر وبعديها تجي زوجه تخربه عن والدته وعن بيته. فهذا مجتمع يعني خاصة احنا مجتمعنا الحمد لله ما موجود في حالة يعني حالة نادرة خاصة في المناطق الريفية واللي هي المناطق عشائرية. بس اكو مناطق مثل مناطق منطقة الولاية بغداد او بعض المناطق احنا نسميها منطقة الحضر يعني. فهاي المناطق تصير مشاكل هواية بين الاب والام وبين الابن وبين والدته وبين الابن وبين ابوه. تصير مشاكل. فاحنا كمنطقة مناطق عشائرية يعني هاي حالة نادرة. لأن عندكم كل الأحب والأقرباء كله يعني هذا رجل شاد أو يتجاوز على والدته. نعم. فهاي يعني إحنا نشكركم على الموضوع هذا. العفو. وهذا موضوع كل جيد جدا وبارك الله فيكم. شكرا. أنا الهيئة مش عم تسمعوني كتير منيح فأنا رح أعلق بعد ما تنهوا المكالمة. مثل ما أنت حكيت يمكن لأنه ببعض المناطق الريفية أو العشائرية ما زالت المبادئ يعني متمسكين فيها كتير، ما زالت العادات والتقاليد متمسكين فيها كتير. للأسف التقدم اللي نحن عم بنعيشه والحضارة اللي عم بنعيشها بالمدينة أو بالعاصمة أو مثل ما أنت قلت المناطق المتحضرة، كل ما زاد التطور وزادت الحضارة كل ما العلاقات الإنسانية قلت والاجتماعية قلت، مبادئنا وتمسكنا بالعادات والتقاليد قل. للأسف يا أبو القعقاع شكرا كتير كنت عم تحكينا، سألتك من وين وانت ما سمعتني، بس أهلا وسهلا فيك من وين ما حكيتنا. وأكيد مشاهدينا أخبارنا مكملة ومناخذ عمر. يا عمر كيفك؟ كيفك ست ياسمين؟ منيحة؟ منيحة، أهلا يا عمر. قبل شوية انقطع الاتصال ما فهمت حقيقة سؤالك، قاعد تسأليني أنت متزوج؟ لا أنا ما متزوج. بس عموم الموضوع هو يعني عن الخير بالبيت اللي ينقله الخير بالمجتمع. أكيد. عمر سامعني منيح؟ طيب عمر لو انت هلا جيت بدك تتزوج وزوجتك قالت لك مثلا انت حابب تعيش عند اهلك او والدتك ما الها حدا من غير شرط طبعا، وقلت لها والدتي لا تقعد عنا في البيت، قالت لك لا مستحيل والدتك ما تتدخل بحياتنا، شو بيكون رد فعلك؟ لا اكيد الانسان يكون يعني يوفق بين اهله وبين زوجته، ما يطيع زوجته ولا ياخذ الشيء الصح بين الاثنين، يكون بالوسط يوافي بين الطرفين بين اهله وزوجته. حلو، شكرا كثير لك يا عمر، يعطيك الف عافيه. دائما حطوا حالكم محل صاحب الموقف. انت يلي بترد على مثلا زوجتك، طبعا احنا ما بنحكي بشكل عام بنحكي عن نسب قليله، وانت مثلا ترد عليها ومثلا بتلغي وجود اهلك، رح تكبر انت في يوم من الايام رح تكون انت الاهل، رح يكون في عندك اولاد رح تتعرض لنفس الموقف. الو كيفك يا رعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك يا رعد؟ الله يسلمكم ويبارك فيكم يا شكرا ان شاء الله. شكرا شكرا، تفضل. احب نعبر عن اعجابي وشكري لهذا البرنامج حقيقه موضوع جريء وجديد وبحاجه المجتمع عني. صحيح. بارك الله فيكم والله. شكرا كثير، شو تعليقك على موضوع حلقتنا اليوم؟ والله حقيقه الموضوع يعني راقي راقي جدا يعني ندعو راقي فعلا يعني تصير حالات انا احكي يعني مواطن من قضاء سامراء يعني قضاء سامراء يسود يعني قضاء عشائري يعني وعادات والتقاليد بلدنا ما تسمح بيج حالات من شرف يعني نقول افراد العائله في صحيح حقيقه يعني شوي مرتبك والله. حلو صحيح، شكرا كثير لك، يعني رايك قريب من راي صديقنا اللي قال هي بالمناطق العشائريه او خلينا نقول الريفيه او مناطق اللي ما زالت متمسكه بالعادات والتقاليد هذا الشيء عندها مرفوض جدا. ناخذ كمان اتصال. مين؟ رائد. رائد انت على الهواء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله صالح. منيحه، تفضل. ممكن اشارك بالبرنامج؟ يلا تفضل. اكيد. شنو موضوع الحلقه صراحه؟ لا فصل. فصل. طيب موضوع الحلقه يا رائد انه اللي ما فيه خير باهله
ممكن يكون فيه خير بالعالم. احكي لي اياها بالعراقي عمر. الما بخير باهله، الما بخير الاهله، بخير للناس، علامه سؤال. يا جماعه مكملين نحن وانتم واخبارنا المنوعه وجولتنا حول العالم، وننتقل الى فقره الكوميديا. لكن ناخذ عمر. عمر عمر ولا عمر ثاني؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله. تحيه لك استديوهات مين وحلقات سوال برايك. شكرا لك يا عمر. وقل لي شو رايك موضوع حلقتنا اليوم؟ طيب عمر، الما بي خير الأهلة، ممكن يكون فيه خير للناس؟ بلا والله، يمكن يكون فيه خير للناس، ممكن يكون فيه شر. ممكن يكون بشهر أكيد. شكرا يا عمر، اتصالك مش واضح، أنا كتير آسفة. وبناخد اتصال آخر. ألو. يا سيدات، سيدات المجتمع العراقي، أين أنتم؟ أنتن رعد ولا رائد؟ رائد. أهلا يا رائد. أهلا فيك، شلونك؟ منيحة، تفضل يا رائد، ما بدي أطول عليك. والله اللي ما له خير بأهله، يعني أهله ما لهم عنده خير، فأكيد هو الناس ما يعني إذا يسوي لهم خير عد الله راح يكون ما له خير ولا له جزاء، إذا ما يسمع كلام أهله وأمه فهذا الشيء متأكدين منه إنه ما راح يكون له خير لا عند رب العالمين ولا عند الناس. أكيد. حتى لو يكون بالموارس عد الله غير، الله يعلم إنه يكون غير شيء. أكيد. شكرًا كتير لك يا رائد. يعني في حال هلا نحن حماتك اللي هي ام زوجك، انتوا الحماي عندكم اللي هي اخت الزوج مش هيك؟ او الحما حماتك يعني عمتك والد زوجك، في حال تدخلت في تربيه الاولاد معلش وهي موجوده عندك، يعني داريها داريها داريها، ولما تروح ربي اولادك بطريقتك. او لو هي في حال تدخلت، يعني هو التدخل حيكون لشويه ساعات او لليوم او بكره بس مش اكثر، معلش داريها هاليومين ثلاثه كرمال عين تكرم مرجع عيون، يعني كرمال زوجك، وبعدين عادي ارجعي ربي اولادك بالطريقه اللي انت بتحبيها. لو حماتك نزلت عندك زياره، مش حتكون زياره ابديه، اتحمليها، حطي حالك انت كان زوجك، ممكن انت امك كمان تكون مثلا غير شر زوجت كل اولادها وظلت لحالها بالبيت، واخوك حاب ياخذها زياره عنده، بتزعلي اذا مرت اخوك قالت لا انا ما بنزل عمتي عندي. فدائما يا جماعه لما بدكم تقيسوا الامور حطوا حالكم محل الطرف الثاني، هيك احنا ما بنظلم حدا ولا بنظلم حالنا. ومحمود ابو البلح. مساء الخير ستي. مساء النور، شو اخبارك؟ والله الحمد لله، صورنا من اخباركم طبعا. تمام. شو مش عاجبك صوتي يا محمود؟ بتقول لي شيرين راح تعتزل مدى الحياه. تتيا سيرين هو تحياتنا للكادر كل من باسمه، تحياتنا لاصدقاء البرنامج ابو شكرا. حمودي. طبعا انت قلت في فقره تقولين يعني العمه اذا كانت في البيت موجوده حماتك يعني تتدخل بتربات الاولاد او ما تتدخل، بالعكس وما بي شيء، احنا ما نريد نطول عليك حتى لا ناخذ من وقتك كثير، نعطي فرصه شويه لاخويا وحبيبي احمد اليوم يشاركي. يلا اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا احمد، تفضل. حقيقه هذا الموضوع، موضوع التدخل في الاسره، حقيقه هذا يعني موضوع التدخل في الاسره موضوع عقيم، وهذا مشكله تعاني منها الاسر. لان هذا حقيقه حتى الدين الاسلامي حرم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اتقوا الله في النساء انكم انما اخذتموهن بامان الله استهللتم فروجهن بكلمه الله لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. لكم عليهن أن لا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه. ذلك حقيقة مسألة التدخل في العائلة، حقيقة هذه مسألة تعود يعني مسألة عيب احنا نعتبرها في العراق وحتى في الدين أصلا. عيب من مين يا يعني أحمد؟ عيب ما في أحمد يعني أحمد. لكن على العموم يكون مسألة الأبوين أو الأقارب أهل الزوجة وأهل الزوج يكونون على شكل المراقبة من بعيد، ينبهون على الأخطاء لكن لا يتدخل في الصغيرة والكبيرة. طيب سامعني أحمد؟
طيب ما بعرف شو القصة، يعني مش بس اتصال أحمد، كل اللي عم بيتصلوا ما بيسمعون، يشوفونا شو الموضوع يا شباب. وأكيد إحنا مكملين يا جماعة، وكنا حابين نسمع مداخلتك أكتر يا أحمد، إذا فيك ترجع تحكينا بيكون كتير منيح، ونحن وأنتم ننتقل للكوميديا. تفضلوا. مسرحية عراقية قديمة معنا اليوم بفقرة كوميديا، أنا ما بعرف مين هي، خلينا نشوف بلكي أنتم بتعرفوها. وبناخذ اتصال من صديقنا باسم ولا باسل؟ لا أسرار العائلة يا باسم. باسم أنت على الهواء، تفضل. باسم يعني رنيت علينا وعم تحكي مع اللي حدك. باسم ارجع احكينا بليز، لانه اتصالك انفصل، واكيد هذا موضوع حلقتنا لليوم يلي ما فيه خير باهله، ممكن يكون فيه خير للناس، بس انا تحديدا عم بحكي عن موضوع الزوجة اذا في حال طلبت من زوجها او تبعده عن اهله ما يتدخلوا. يعني اوقات في رجال بس بيتزوجوا بتحسهم لا اراديا بصيروا يبعدوا شوي 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 عن العيلة، هذا اشي جدا بشع يا جماعة. الو. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، عرفنا باسمك. وياك ابو تحدي. اهلا وسهلا فيك، تفضل. البرنامج مالكم كل زين وجميل جدا. شكرا. اي بس مجرد ما المراه ترضى شو اسمه والدتي عندها تاخذ مراني وزوجتي ما ترضى. كيف؟ بنزوج اني وزوجتي ما ترضى تجيب والدتي من البيت. عم بيصير مع عن جد؟ يعني انت عم تحكي لي قصة؟ اي صحيح والله صحيح. طب شو هي عكيفها؟ سوري منك يعني. ما ترضى تقول لي قلت لها تجيب والدتي بالبيت اذا تزوج بدون ما ولكن ما تقبل بيت خلاص. ما بترضى انه تجيب زوجتك والدتك عندك تزورك مثلا يعني تبات عندك يومين ثلاثة؟ صحيح. وانت شو رد فعلك؟ اخاف من زوجتي، شو رد فعلي؟ عن جد بتحكي انت؟ اي والله. بتخاف من زوجتك؟ اي خاف من زوجتي، شو ما خاف منه. وما بتخاف من والدتك؟ طب بلاش، ما بتخاف من غضب رب العالمين؟ انت ما بتعرف انه رضا الوالدين من رضا رب العالمين؟ طب فصل. بالمناسبة والدتك بتدخلك الجنة لكن زوجتك مش رح بتدخلك الجنة يعني. او اسمك ابو تحدي يعني صحيح في تناقض في الموضوع، انت غلطان جدا يا صديقي، ما بصير هذا الحكي لانه والدتك اولا واخيرا. مستمرين احنا وانتو، وشو موضوع The Voice Kids؟ ليش لهلا الاصداء ما زالت مستمرة؟ البنوتة لين الحايك اللي فازت ب The Voice Kids بيقولوا انه في قرابة بينها وبين المدير التنفيذي، المدير شيء ما بعرف شو البوزيشن تبعه بالام بي سي جروب بنفس العيله، هن اسمه سليمان الحايك او شيء الحايك سليم. فبيقولوا انه احتمال يكون في هناك قرابه يعني بالعاده هاي كلها بروباغندا عشان بس يعملوا دعايه لاي حدث ويضل الحدث مستمر. خلونا نشوف هذا التقرير عن ذا فويس كيدز وفوز لين الحايك، اكيد من اعداد الزميل المبدع محمد العلوي. يعني لابد من انهم يدخلوا السياسة بكل شيء، ان كانت رياضة ولا فن ولا اي شيء لازم يدخلوا موضوع السياسة بالموضوع، ما بعرف ليه، لكن فعلا كان برنامج كتير حلو، الاصوات كانت بتجنن اكيد، احلى الاصوات الكبار يا جماعة. مكملين احنا وانتم مشاهدين، وموضوع حلقتنا اليوم يلي ما فيه خير بوالدته تحديدا او باهله، ممكن يكون فيه خير بزوجته واولاده او بالناس الغرب، هذا هو عنوان حلقتنا اليوم. ناخذ اتصال. الو. علي. فصل علي. لكن مشاهدينا مكملين اكيد، بنتمنى هالموضوع يكون عجبكم، وواضح من اتصالاتكم ومشاركاتكم انه عجبكم يا سيدات المجتمع الراقي. دائما حطي حالك محل الطرف الاخر، اذا انت جيتي وقلتي له ما بدي والدتك، انت كمان رح يجي مرت اخوك رح تقول لاخوك انا ما بدي والدتك. دائما لما بنحط حالنا محل الطرف الثاني لا بنظلم حالنا ولا بنظلم الطرف الثاني. وبناخذ محمد.
عمر. عمر نمبر 4 في حلقة اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك عمر؟ الحمد لله. كيف تستعدين؟ منيحة. أنت كيفك؟ حسب المنيحة من قال زهو أو لا. كيفك عمر؟ الحمد لله. الحمد لله. أوكي يلا يا عمر تفضل. شو موضوع حلقة اليوم؟ موضوع حلقة اليوم يا عمر، الماضي خير الأهل، ممكن يكون بي خير للعالم؟ ممكن والله. ممكن؟ اي بالضبط. مين؟ الو. فصل الاتصال عمر. اوكي فصل. طب مشاهدينا، طيب اوكي اتصال اخر. جهاد. يا جهاد. الو. ايوه الو. الو تفضل انت على الهواء. اوكي، لانه امبارح ما اعطينا الموسيقار العراقي الرائع عازف العود اللي كلنا بنعرفه نصير شما، ما اعطينا حقه. اليوم بدنا نكمل حديثنا عن نصير شما، بنروح نحن وانتو بنشوف نصير شما اللي بيقولوا لي حاول وقعد شهرين او ثلاثه هو يحاول يعزف مقطوعه بايد واحده، لانه في له صاحب قطعوا له ايده، ما بعرف شو كانت الاسباب او الاحداث معينه، فهو بده يوقف مع صاحبه ويعني هيك يشعر بالشعور يلي صاحبه عم بيعيشه حاليا بايد وحده، فقام حاول انه يعزف مقطوعه بايد وحده. ما بعرف اذا هي نفس المقطوعه رح نسمعها هلا يا غسان ولا رح نسمع شيء ثاني. اوكي خلينا نشوف. طب خلينا نحكي عن علاقه نصير شما والموسيقى المسرحيه او موسيقى المسرح. وضع موسيقى تصويريه للعديد من الاعمال المسرحيه العراقيه والعربيه، منها مسرحيه البلاد طلبت اهلها من تاليف عبد اللطيف عقل واخراج المنصف السويسي، ونال عنها جائزه مهرجان قرطاج في العام 1989. نال نفس الجائزه عن موسيقى قصه حب معاصره للمخرج هاني هاني ونص فلاح شاكر بالعام 1991. مسرحيه قمر من دم اوكي عن مأساة ملجأ العاملية اللي كنا نحكي عنها امبارح، كتب الأشعار عبد الوهاب البياتي ويوسف الصائغ، وعرضت داخل ملجأ العاملية نفسه، وكانت من تأليف وإخراج فاضل خليل بال 1992. ألف أول أوبرا ليا له بشكل شرقي تحت اسم شهريار، وقدمت في مهرجان بابل وثم في مهرجان قرطاج ثم في تونس، وبالتعاون مع دار الأزياء العراقي مع الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه الذي وضع النصوص والرؤية الشعرية بال 1995. وضع موسيقى ما يتجاوز 30 عملا مسرحيا حتى عام 98، توزعت ما بين العراق والعالم العربي مع المخرجين المسرحي او المخرجين او هم مخرجين اكثر من واحد، قاسم محمد وسامي عبد الحميد وفاضل خليل والى اخره. وضع موسيقى بالي لعودة النوارس في 1998، وألف موسيقى العرض المسرحي رسالة الطير المأخوذة عن ابن سينا والغزالي، وقدمت على مسرح الهناجر للفنون بالقاهرة إخراج قاسم محمد بالعام 2000. نحن وأنتو ونصير شما كاملين، نحن وانتو ونصير شما. يا جماعة نصير شما كان عنده من الفرق الموسيقية، أسس فرقة سداس الأنامل الذهبية من خيرة العازفين العراقيين بال 84، وفرقة البيارق الموسيقية بال 86، ومجموعة عيون لموسيقى الحجرة العربية بالقاهرة بال 99، وأوركسترا الشرق، ومجموعة بيت العود العربي. أكيد كان هذا نصير شما، وكمان كان له نصير شما مع علاقة بالأعمال الوثائقية والفنون التشكيلية وكتير إشياء. وضع موسيقى ما يقارب 30 فيلما وثائقيا تتحدث عن حضارة العراق والمرأة العراقية مع المخرج العراقي عمو نويل، رسام والمخرج فاروق القيسي وفيصل الياسري وكتير غيرهم. كانت هاي اليوم حديثنا عن نصير شما الموسيقار العراقي العالمي.
وإله كتير تجارب مع فنانين أجانب في إطار تحاور الشرق والغرب والتجارب الموسيقية الحديثة، تعاون فيها مع عازف لوط الإيطالي فرانكو فوبيس عامي 1995 و2003، عازف الجيتار العالمي أنريكو دي لامنغور ومغني الفلامينغو خوسيه، وبصحبة الآلات الإيقاعية اللاتينية بالعام 1997 الفنان الباكستاني أشرف خان على آلة الستار بال99 أجرى مقابلة موسيقية مع مش عارفة شو اسمه كراوزا على الجيتار بمهرجان الألماني في مصر بالعام 2003. وكتير كتير كان في له تجارب مع فنانين عالميين، يعني شيء أكثر من رائع. حاز على جوائز تقديرية وتكريمية كتير، جائزة أفضل لحن عاطفي، جائزة أفضل موسيقى عربي في مهرجان جرش في الأردن بال 88، ولقب بزرياب الصغير. كرمته نقابة الفنانين العراقيين 3 مرات بال 89 و88 و90، وسام مدينة أغادير في المغرب، درع رمز النضال الفلسطيني في احتفال يوم الأرض في تونس بال 1992، جائزة أفضل فنان في العراق بال 94، ميدالية مدينة باليرمو الإيطالية تسلمها من المحافظ بال 94. كتير 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 ما بتتخيلوا كم جائزة، يعني تطلعوا قد إشي مش طبيعي. هذا فنان عراقي، إذا بتفوتوا على الويكيبيديا مش صفحة ولا صفحتين ولا ثلاثة يلي مكتوبة عن نصير شمة، إشي يفتخر فيه صراحة. الله يعطيه طول العمر. كان حديثنا اليوم في عمالقة من الزمن الجميل، هو أكيد مخضرم لأنه عاش في هذاك الزمن وما زال حاليا مع زمننا الحالي. كان حديثنا عن نصير شمة، رح نختم نحن وإنتوا بآخر مقطع لنصير شمة. وهيك مشاهدينا بنكون نحن وانتم وصلنا لاخر حلقتنا لليوم. ان شاء الله موضوع الحلقه يكون عجبكم، واكيد يلي ما فيه خير بوالدته وبوالده وباخوانه وباهل بيته اكيد مش رح يكون فيه خير بالعالم. وان شاء الله تكون اخبارنا لليوم وجولتنا السريعه حول العالم تكون برضو عجبتكم، واحنا بنقول كل التوفيق من عنا هون من الاستوديو ومن جميع الموجودين للفنان العراقي عازف العود نصير شمة، وموفق ان شاء الله. ونحن وانتم بكره عنا حلقه جديده ومواضيع جديده معي انا ياسمين خريشي، والى اللقاء.